حياك الله يا زين، نورتينا، الله يحفظك، شو اخبارك؟ نورتينا. برايك يعني هل هو تخطيط ناجح ان الفنان يعيد اغاني موجوده خلينا نقول ولاجيال سابقه، ولا يطلع بموضوع جديد يتجدد ويطلع بلونه هو؟ الا يا طير يا المسافر بلد روم. خبريني عن احساس الفنان لما يغني وهو بنفسه يعزف. صرخه عهد، صرخه كرامي، صرخه حريه، صرخه حياه. شهره مهمه اكيد للفنان، وان شاء الله تشوفين شيء جميل في هذا البيت. بيت الامنيات. امنياتك ان شاء الله تتحقق. يو واي انا كل ملكك. نحن هلا بعصر الكليبات اللي الناس تصرف، مو ضروري الصوت، مو ضروري السولفيج اللي اخده، مو ضروري اي شيء، المهم شكله حلو وقدران يعمل علاقات. صح يا بلدي أردن يا حبيبي. أنا دائما بقول هدفي يرتبط اسمي ببلدي بشكل مشرف. أردن يا الحبيب تبقى طول الزمن. شو لوني؟ إيه؟ لوني طرب، لأنه صوتي طرب ورومانسي. يا دار دوري فينا، ضل دوري فينا، يا دار دوري فينا، ضل دوري فينا. لأنه يعني وراء هالامتهاني للفن في هدف، ففي تركيز. يا عقد الحاجبين على الجبين الوجيني. كنت عم بحاول لقي صورة لديانا كارازون. يا ترى حبك جنون طير عقلي نساني، مين أكون حبيبي لو تهواني. عشان غنيتها من قلبي. من قلبي قلبي. روى الغيوم حب القمر كلنا للنجوم، العالم عندي والله كلكم، وانت عالم ثاني. انا دائما لما بغني للقدس يعني بيكون في هيك محبه من نوع ثاني، يعني القدس في القلب. اصبح عندي الان بندقيه الى فلسطين، خذوني معكم الى ربا حزينه كوجه المجدليه، الى القباب الخضر والحجاره النبيه.